والسؤال اللي جاي عند حسين ونوران وبيقول عزولكم عنده فوبيا من الضلمة، الحشرات، البنات، الخلفة. حشرات. منتهى الثقة، فكرتيش. أخوكي برضو. طب ده لما يتجوز ومراته تقول له موت الصرصار هيعمل إيه؟ هجيب السكيورتي يطلعها أحسن. هيعمل إيه؟ ممكن هيسيب البيت. طيب هنفتح الصوت عند محمد ونسأله. محمد مساء الخير. مساء النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله. قلت نسيتوني والله. كنت بتسمع إيه؟ كام داون برضو؟ هي. طيب سألنا فريقك وقلنا له عندك فوبيا من الخلفة، البنات، الضلمة، الحشرات. الحشرات. إجابة صحيحة. طب ممكن أسألك سؤال؟ دلوقتي لو أنت اتجوزت ومراتك قالت لك تعالى موت الصرصار هتعمل إيه؟ هتموتها هي. يا نهار أبيض. موتها هي أسهل؟ عادي، إيه المشكلة؟ نايم. خد بالك. طب حسين. نعم. اتطلب منك الطلب ده؟ لسه امبارح كان في نحله في البيت او دبور. حاجه غريبه كده دخلت بتاعه كبيره كده زي الهليكوبتر كده. والله امبارح يا استاذ محمد. ايوه. لازم لو بتفكر في الارتباط بشكل جدي ان انت تتمرن من دلوقتي على قتل جميع انواع الحشرات الزاحفه والطائره واللي بريش واللي من غير. بحاول والله. هذا البرنامج برعايه